كيف نكون قدوة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. رحب فيكم، أنا سامير بيروتي بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف نكون قدوة، اللي يجيكم كل يوم اثنين وأربعاء في تمام الساعة 10 صباحا. وزي ما عودناكم دائما، كيف تقدروا تسمعونا؟ أكيد تقدروا تسمعونا عن طريق الراديو مباشرة أو تحملوا تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو البلاي ستور، أو روحوا مباشرة على الموقع الرئيسي على www.alfalfafm.com. لو حابين تشاركونا في حلقة اليوم من كيف نكون قدوة، أكيد رح تتواصلوا معنا على أرقام التواصل 012-61-61-100 012-61-75-85. تقدر أيضا تشاركونا عن طريق الـ SMS، ارسل مشاركتك استفسارك أو سؤالك على STC 85-1040، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. وأيضا زي ما عودناكم مواضيعنا مميزة دائما في كيف نكون قدوة، واليوم موضوع حلقتنا راح يكون عن إدراك الذات. كن مدركا لذاتك. راح نتعرف اليوم على تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، أهمها إيش هي أو إيش هو مفهوم الذات، أو ما هو الإدراك كمان الذهني، وكيف يتم، هل في عوامل معينة بتأثر على عملية الإدراك، وما هي علاقة أيضا الإدراك بالذات، وفي حال أنت فعلا أدركت ذاتك من جميع الجوانب، فهل هذا الشيء أثر على تواصلنا مع الآخرين؟ أكيد تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها من خلال الأستاذة شيماء جيلاني، أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية. صباح الخير أستاذة شيماء. صباح النور أستاذة سامية. يا أهلا وسهلا فيك، نورتينا أكيد من جديد. الله يسلم. في كيف نكون قدوة، وطبعا أكيد طمعانين في إن شاء الله إثراء الحلقة اليوم أكيد بكلامك إن شاء الله. بالبداية صراحة هو الموضوع مميز، بس أحس الواحد لازم كده يتعمق فيه عشان يفهمه. فخلينا كده نفصل الموضوع، نقول الإدراك أو إدراك الذات. أول شيء إيش هو مفهوم الذات؟ مفهوم الذات يعني ممكن نقول إنه هو الشيء اللي أنت بتشوفيه لنفسك، يعني الذات نفسها متكونة من شيئين، شقين. أول شيء صورة الذات، ثاني حاجة تقدير الذات. الصورة طبعا الصورة اللي احنا بنشوف فيها نفسنا، أما التقدير اللي هي المشاعر تجاه أنفسنا. هذه الاثنين بتكون مفهوم الذات. فممكن نقول إنه مفهوم الذات هي اعتقادنا عن نفسنا احنا كيف، القيم، المبادئ، الأشياء اللي احنا نتبناها. حلو. هذه كلها بتكون مفهوم الذات. جميل. طب بالنسبة للإدراك الذهني، الإدراك هي انه احنا كيف نقدر نعطي مفهوم شخصي للأحداث والتجارب اللي بتمر في حياتنا. طبعا هي عملية عقلية تعتمد على أشياء كتير، بتعتمد على العمر الزمني، بتعتمد على خبرتنا في الحياة، التجارب اللي مرينا فيها، هذه كلها بتساهم في انها تخلي عملية الإدراك أكثر إيجابية. لأنه في ناس بيقولوا مثلا العمر الزمني، أنه كل ما زاد عمرنا كل ما زادت تجاربنا. أوقات يكون مثلا العمر الزمني كبير لكن التجارب في الحياة تكون قليلة. قليلة صح. ممكن يكون العمر الاجتماعي للشخص ما هو كبير حتى لو كان عمره كثير، يعني كثير أو لأنه مثلا أحيانا بعض الأشخاص ما يكون عنده تواصل معينة، ذكاء اجتماعي والآخره، ما يكون عنده هذه الخصائص المعينة، ممكن ما يكون عنده التواصل، يعني في ناس أصلا منعزلين عن العالم. صحيح. فما يكون عندهم الخبرة في التواصل مع الآخرين بشكل جيد. إيش فائدة الإدراك؟ الإدراك الذهني كل ما كان كويس الإدراك، كل ما كان عندنا إدراك لذاتنا جيد، وبالتالي إدراكنا للأمور اللي بتدور حولنا كويس، وتواصلنا مع الأشياء ومع الآخرين بيتم بطريقة إيجابية وفعالة. حابة كمان أذكر أنه إدراكنا للذات، تمام، لازم نعرف أنه في إحنا عندنا ثلاثة ذوات. الذات المثالية، هذه تكون من يوم وإحنا صغار. الذات المثالية أعطيني كذا عايشين الجو أكثر، مثال يعني كيف الذات المثالية؟ يعني وإحنا صغار كذا نبغى كل شيء يكون مثالي، أو أوكي مثالي. نبغى كل حاجة يكون مثالي، إنه إحنا نبغى نكون ناجحين وتكون علاقاتنا ممتازة وكذا. طبعا كل ما نكبر كل ما الذات المثالية هذه بتصير واقعية. صحيح. من خلال احتكاكنا إنه نشوف والله إنه إحنا ما قدرنا ننجز في أشياء معينة،
بتصير يعني واقعية أكثر، لأنه في تنازلات الواحد بيعيش الواقع أكثر. أيوة يعني. لما نكبر شوية كمان بيصير عندنا الذات الشخصية اللي هي الصورة اللي احنا بنشوف فيها نفسنا كيف، وفي ذات اجتماعية الناس كيف بيشوفونا. هذه كلها بتكون إدراكنا لذاتنا وبتعطينا الصورة اللي احنا بنتفاعل فيها مع ذاتنا. عشان كده دائما بنقول انه خاصة الأطفال ما نوجه لهم كلمات سلبية. مثلا انت فاشل، انت ما تفهم، ما انت ما تقدر، ما انت ما تعرف، انت ما تقدر. ليه؟ لانه هو من خلال هذه الكلمات هو بيكون صورة عن ذاته. فيبدأ انه يكون صورة انه هو صورة فاشل، بالتالي مشاعره وتقديره لذاته بينخفض، وهذا طبعا بيكون مفهوم ذات سلبي عن نفسه. طب بالنسبة لعلاقة الإدراك بالذات نفسها، إيش العلاقة بينهم؟ كل ما كان إدراكنا عميق للأمور اللي بتدور حولنا، كل ما كان عندنا صورة واقعية عن ذواتنا. تمام؟ خلينا نتكلم عن الذات، إنه كيف بيتم الذات. بيتم أول شيء ليه 3 خطوات. أول شيء إحنا بنختار، يعني إحنا بتمر علينا معلومات كثير في اليوم، بنستقبلها عن طريق حواسنا، النظر، حاسة السمع، عن طريق المخ. هذه كل المعلومات لما تدخل، لما تدخل داخل المخ يتم لها عمليات عقلية. أول شيء إحنا بنختار الشيء اللي إحنا نبغاه، تمام؟ بعدين نعطيه ننظمه، بعدين نبدأ نعطيه التفسير. فالاختيار يتم بطريقة واعية وبطريقة غير واعية. يعني إحنا في، يعني أنا أقول لك، في أشياء إحنا فعلا نتعمد إنه إحنا نتعرض ليها. مثل مثلا إني أنا الآن أبستمع لك، خلاص هذا اختيار بطريقة واعية. حلو، جميل. في أشياء، أحداث تمر علينا يتم اختيارها بطريقة غير واعية، غصبا عننا مثلا، أو أيوة خاصة لما نكون صغار، يعني صغار. كلها تدخل في اللاوعي عندنا، ولما نكبر تبدأ تأثر علينا. حلو. طبعا هذه عملية الاختيار، إحنا بنختار، يا يعني إنه إحنا نختار إنه الشيء اللي إحنا نبغاه والشيء اللي إحنا نتعرض له. لما نختاره نبدأ بعدين ننظمه، تمام؟ فعملية التنظيم هذه بتتم بطرق. أول شيء إحنا نفرزها وننظمها وبعدين نصنفها. يا إنه والله عندنا أحداث مرت قدامنا كانت ناقصة، فإحنا نبدأ نكملها من خلال تفكيرنا، يعني إنه والله هذه التجربة كانت زي التجربة اللي فاتت، فالمفترض إنه حيصير ويصير ويصير، إحنا نستكمل الأحداث. طبعا هذا مو شرط إنه يكون صحيح، ممكن يكون الاستكمال خاطئ تماما. ممكن التقارب، إنه والله مثلا الناس اللي يمشوا مع بعض أكيد صفاتهم زي بعض، زي بعض. أيوة. ممكن التشابه، إنه والله كل واحد مثلا درجة ذكاء عالية في صفات معينة، تمام؟ فهذه كلها بتساهم في عملية التنظيم. إحنا الآن المخ هو يبغى ينظم. ينظم. أيوة. هذه عملية عقلية لازم تتم، فهو بيتم من خلال الاستكمال، التقارب، التشابه. بعدها أبدأ أدي تفسير للموضوع من خلال إيه؟ من خلال اللي يعني المعنى الشخصي اللي موجود عندي سابقا، من خلال التجارب السابقة، من خلال آراء الآخرين، من خلال التجارب حقت الآخرين اللي كانت حولي. أيوة. فهذه كلها بتعطي تفسير للموضوع. هذه عملية الإدراك كيف بتتم، إني أنا أختار بعدين أنظم بعدين أفسر. في أشياء كثير بتأثر على عملية الإدراك. عملية الإدراك هذه طبعا عملية يعني احنا بنقولها كده بشرح طويل، لكن هي بتتم في ثواني. تمام؟ يعني ما شيء ابسط من كده. ايوه شيء ابسط من كده. فاول حاجة ايش اللي بيأثر على عملية الإدراك؟ اول حاجة انه الانسان يكون مثلا حواسه كلها بيستخدمها. مثلا اللي يكون فاقد البصر إدراكه للأمور طبعا مو زي اللي يكون عنده بصر. اللي فاقد مثلا حاسة اللمس مو نفس اللي يكون عنده والله حاسة اللمس بيستخدمها. وجود الحواس بيأثر على إدراكنا للعالم اللي حولنا. تاني حاجة الحالة النفسية للشخص، ممكن تكون اليوم يعني حالته النفسية سيئة، فإدراكه للأمور بيكون بطريقة مختلفة، بيكون بطريقة طبعا مختلفة، مو دائما بيكون إيجابي. إيجابي. أيوة. يعني مو كل الناس عندهم الوعي إنهم يقدروا يفصلوا. صحيح. أيوة. في ناس نشوفهم فعلا في حوالينا. أيوة. إنه يعني في ناس لا والله عندهم خلاص هو مر بحالة سيئة، خلاص كل شيء في يوم ويصير سيء ما يقدر فعلا يفصل. برضو ممكن يكون إذا ذكر أو أنثى، لأنه
نظرة الأنثى للحياة برضو مختلفة عن نظرة الذكر. جميل، حنتكلم في هذه النقطة تحديدا، بس نطلع فاصل مستمعينا، خليكم معانا، فاصل بسيط وراجعين. فنكون قدوة. رحب فيكم من جديد مستمعين كيف نكون قدوة، مكملين أكيد موضوعنا اليوم مع الأستاذة شيماء جيلاني عن إدراك الذات، كن مدركا لذاتك. قبل الفاصل تحديدا كنت تتكلمي عن العوامل اللي ممكن تؤثر على هذه العملية، عملية الإدراك، ومنها طبعا قلت أنه في فرق بين الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى في موضوع إدراك الذات، من أي ناحية؟ من ناحية التربية، يعني الرجل يتم تربيته مو زي الأنثى، فيكون نظرتها للحياة مثلا نظرتها للأمور مختلفة شوية عن نظرة الرجل. هذا كمان ممكن يسبب يعني لما يجوا يتزوجوا ممكن يسبب عملية تصادم، تمام، في إدراك الأمور ممكن يقول. فيكون في اختلاف في الآراء، اختلاف في مبادئ كذا، يعني هذه الأشياء ممكن كمان نقول إنه الخلفية الثقافية، الخلفية الثقافية لكل شخص برضو بتخليه يدرك الأمور بشكل مختلف. الخلفية الثقافية هي السلوك مثلا اللي بيتم تناقله عبر الأجيال، أو في بعضهم بيقول إنه هي القيم، المعتقدات، المبادئ، الاعتناقات الدينية، القوانين، طريقة الحياة، كلها هذه بتعبر عن الخلفية الثقافية. كل شخص ليه خلفية ثقافية مختلفة عن خلفية الشخص الثاني. أوقات إحنا ما بنتقبل هذا الاختلاف، الاختلاف صحيح اللي في الخلفيات الثقافية. مثال عليها مثلا رجل يكون متحفظ، يعني عائلته مرة محافظة، ومثلا بنت تكون عائلتها شوية كذا عندهم انفتاح عادي تكشف أو كذا، فلما يجوا يرتبطوا خلفيتهم هو يعني هم عندهم عادي، هو عندهم لا، ما هو عادي الموضوع أنك أنت تكشفي. صحيح. فهذا ممكن يسبب تضارب في وجهات النظر، وممكن يسبب مشاكل بينهم. طبعا الخلفية الثقافية هي تعتبر جزء من هويتنا، جزء من ذاتنا، فالمفترض هنا يكون في إيش، في احترام، احترام الاختلافات. أكيد صحيح. طب في حاجة كمان القولبة، أنا أضع كل شخص كده في قالب معين، هذه كمان برضو بتأثر على إدراكنا، إنه مثلا شعب معين إحنا بنحطه في قالب، أو فئة معينة إحنا بنحطها في قالب معين وخلاص، ونطلق الأحكام عليها. نبدأ نعمم، نبدأ نشوه الحقائق يعني، فهذا برضو بيأثر على إدراكنا للأمور، خاصة التعميم. يعني في ناس حقيقي بيطلقوا تعاميم وبتأثر على، خاصة لو يعني لما يكون عندهم مثلا طلاب أو يكون عندهم أطفال ويبدأوا يعمموا، اللي تحتهم بياخدوا الكلام حقهم كأنه قرآن منزل، ما بيحاولوا أنهم يفكروا. زي في أشياء كثير بنشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي زي كذا، هو يعني هذا اللي أنا حبيت أقوله يعني، بس بطريقة غير مباشرة. فعلا في صحيح. ناس في كتير بتكون في رسائل تكون في مواقع التواصل الاجتماعي بتعمم حاجة معينة على شعب معين أو فئة معينة، وهذه بترسم فكرة فعلا عند الأطفال تحديدا، يعني اللي هم بيتعلموا يمكن كيف يدركوا ذاتهم والأشياء اللي حولهم، بتلاقيهم بيتأثروا بهذه الآراء فعلا. أيوة. بيرسموا صورة معينة في بالهم. من الأشياء اللي شو اسمه بتأثر على إدراكنا هي مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد. أيوة. أكيد على الكل، والإعلام طبعا المرئي والمسموع، لأنه أوقات الإعلام بيوجه رسالة معينة صحيح، بتخلي الناس كلهم بيتجهوا الشيء اللي هو يبغاه. مواقع التواصل الاجتماعي بتأثر كثير علينا إحنا، على أفكارنا، خاصة يعني في رسائل معينة. أنا خليني بما أنه تخصصي زواج، فخلينا نتكلم عن الزواج. مثلا أنه والله كل البنات مثلا ما ينفعوا للزواج، في كذا رسائل بتطلع صحيح، أو أنه الزواج مسؤولية وتعب وإرهاب، هنا بتعمم السلبية. أيوة شوية، وبيقيدك وما في حرية. صحيح. هذه برضو من الأشياء اللي بتأثر على إدراكنا فعلا، لأنها ترسم برضو صورة هنا مرة معينة. أيوة، فترسم صورة أنه والله نكد، أنه الزواج نكد وبلاش نتزوج. لا، وكمان التجارب الناس، يعني لما يجي أحد يدعم لك الموضوع ده أنه إيه والله صح أنا تزوجت وكانت تجربتي كده، والناس اصلا يعني في فئه هم ما تزوجوا ولا جربوا الزواج، بس من خلال الرسائل اللي بتوصل لهم تلاقيهم انه خلاص ما بتزوج. صحيح. ايوه خلاص بطلت. فهذه كلها بتشكل ذاتنا. بعدين يصير في يعني تعاملنا مع الامور كيف بيكون بناء على هذا الادراك اللي احنا بندركه،
والله مثلا أدركنا أنه والله الزواج هذا شيء سيء، فكيف حيكون تعاملنا معه؟ أنه والله المرأة مثلا دائما بسمع أنه مثلا متطلبة وعندها طلبات أو عنده، كيف حيكون تعاملنا معها؟ فالإدراك هذا بيأثر أول شيء علينا إحنا كقدرتنا إنه إحنا والله ما نقدر يعني هذا الزواج أوكي كل الناس فشلوا أكيد أنا كمان هفشل، هذا الصورة اللي ترسمت. وفي بعضهم إنه يصير تعاملهم سيء، يعني لما يجي يتزوج مثلا إنه طالما إنه أنا كذا كذا خربانة يعني أنا ما حعرفت كيف أتعامل معها أصلا من البداية، فهو يعني أي مشكلة تصير إنه خلاص لازم ننفصل إحنا ما نعرف نكمل مع بعض أو شيء زي. صحيح. يعني هنا فعلا الإدراك لي علاقة في تواصلنا أيضا مع الآخرين، أكيد في علاقة مرة كبيرة في تواصلنا مع الآخرين. وأهم حاجة أنه إحنا كيف بنشوف نفسنا. تمام. يعني تخيلي أن إحنا زي ما ذكرنا في البداية الطفل هذا اللي بنقول عنه أنه هو فاشل وكذا، لما يكبر ويبدأ يتعامل مع الأمور خلاص ويجي واحد يقول له من باب المزح مثلا مو قصده يعني أنه أنت والله ما تعرف تسوي الشيء ده، هو يبدأ يعزز هذا النظرة لنفسه إنه إيوة صح أنا دائما بيقولوا لي إني أنا فاشل، خاصة الأم والأب يعني أكيد هم العالم إيوة العالم كله عند الطفل بيدور حول الأم والأب. صحيح. اللي يقولوا الأم والأب هو شيء يعني يعني مقدس جدا، الكلام اللي بيقولوه هو الصح. فتخيل لما الأم والأب هم بيقولوا لولدهم إنه أنت فاشل، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف تتعامل، أنت مشاغب، أنت كل الكلمات السلبية هذه كلها بتشكل يعني تشكل تواصله مع نفسه كيف بيكون، وبالتالي تواصله مع الآخرين كيف بيكون. حلو. طيب يعني في حال فعلا كانت يعني في عوامل مؤثرة، طب غير موضوع الوالدين أحيانا الناس اللي حولك أصحاب كذا ممكن يأثر على برضو موضوع الإدراك؟ يأثر طبعا، لأنه إحنا عندنا ذات اجتماعية فإحنا ناخد هذه الذات الاجتماعية كيف الناس بيشوفونا. أوقات بيقولوا إنه إنه إحنا يعني الناس مرآتنا، أوقات أنت بتستعين برأي شخص معين بحاجة معينة أنت سويتها أو شيء زي كذا. إذا ما كان عندك تقدير ذات عالي لنفسك ممكن تتأثر بهذه الآراء، لأنه مو كل الناس هيجمعوا على شخص إنه والله ممتاز أو إنه هو متفوق. أكيد حيكون في ناس أكيد حيكون في اختلافات. إيوة. فآراء الناس مهمة إنه إحنا نصحح نفسنا مثلاً ونعدل نفسنا، لكن في نفس الوقت لازم نفهم هم ليش قالوا كذا أو ليش انقال الكلام ده بالطريقة هذه. خلينا أقول لك حاجة كمان على الإدراك. الإدراك ما يخلينا نوقف عند الأمور السطحية، تمام؟ بيخلينا نفكر بشكل أعمق. يعني بدال مثلاً ما يجي واحد ويقول مثلاً هو أسلوبه ما يعرف يتكلم، ما عنده أسلوب حوار جيد، فلما نيجي نتحاور معاه بنحس أنه هو والله مش فاهمنا، فإحنا نبدأ نسأل نفسنا طب هو ليش بيقول كذا أو ليش بيتعامل معنا بهذا السلوك أو ليش يتعامل معنا بهذا الأسلوب. بيخليك تسألي هذه الأسئلة، لكن إذا فكرنا بشكل سطحي أنه هو كذا وأصلا هو سيء وأنا ما راح أتعامل معه شيء راجع له صحيح. وشي راجع له هو براحته بيسمعني ما بيسمعني زي كذا. فهي هذه الفكرة حقت الإدراك، أنه يخليك تتعمقي في الأمور أكثر، تعاملي معها صراحة يعني بعمق أكثر. صح. أي ويكون عندك مرونة، بالتالي يكون عندك مرونة وخبرة. يعني أنت تعاملتي مع شخصيات كثير، شفتي كيف أنماط معينة كثير من الناس وبدأتي تتعاملي معهم. طبعا هو مو واجب عليك أنك أنت تتعاملي مع كل الشخصيات، بس خاصة اللي عندهم يعني تعامل مع جمهور هنا ممكن الموضوع ده يفيده، أنه أنت لا تأخذ أي شيء بشكل شخصي، فكر أنه في أسباب دعت الشخص بأنه هو يطلق أحكام أحيانا يطلق عليك، يطلق أحكام أو أنه يتعامل معك بهذا السلوك. حلو. طيب من العوامل المؤثرة العملية على عملية الإدراك اللي ذكرتيها أنها خلفية الثقافات، فهنا ممكن لو ما كان في مثلا اتفاق حيكون في اختلاف، فهذا الاختلاف طبعا من الطرفين يجب احترامه أكيد. لو حصل هذا الاختلاف، هذا الاختلاف كيف ممكن مثلا في هذا التواصل برضو في النهاية يعني نقدر احنا نحسنه، هذا التواصل كيف نقدر احنا نحسنه في تعاملنا مع الآخرين؟ أهم حاجة يكون عندنا تقبل، تقبل الطرف اللي قدامنا. لما يكون فيه تقبل اني انا احترم هذا الشخص بفكره، اؤمن انه هو مختلف عني، هو مو شبهي. يعني احنا اوقات نتعامل مع الناس نبغاهم يشبهونا، نبغاهم يفكروا نفس طريقة تفكيرنا، نبغاهم ياخذوا قرارات نفس قراراتنا اللي احنا نختارها، ونستبعد انه هم لا ليهم شخصيتهم، ليهم خصائصهم العقليه النفسيه الاجتماعيه،
ليهم معتقداتهم قيمهم. احنا دائما بنلغي هذه الاشياء ونبغاهم يكونوا في صفنا. مو شرط انه انسان يختلف معاك معناته انه هو ضدك صحيح او يكرهك او يتمنى لك أو إنه الشر عفوا. ايوه هو هذه الفكره، يعني انا اتقبل اختلافه. اذا تقبلت اختلافه احترم هذا الاختلاف واتعامل معاه في الحدود اللي احنا نتعامل، يعني احنا نتفق عليها، وطبعا يكون في احترام اهم شيء في هذا التعامل. جميل. مستمعينا أكيد تقدر تتواصلوا معنا وتشاركونا في موضوع اليوم في برنامج كيف نكون قدوة، كن مدركا لذاتك، على أرقام التواصل 012-61-61-100 012-271-85-85 عن طريق الاسمس برضو تقدروا تشاركونا على STC 85-1-0-4-0 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السماء. كيف نكون قدوة؟ مكملين موضوعنا معكم مستمعينا في كيف نكون قدوة لليوم عن إدراك الذات. موضوع حلقتنا عن إدراك الذات، كن مدركا لذاتك، كيف ممكن تكون مدركا لذاتك، إيش هي علاقة الإدراك في تواصلنا مع الآخرين. في تفاصيل كثيرة طبعا في حلقتنا اليوم، لو حابين تشاركوا معنا أكيد تقدر تواصلوا معنا وتشاركونا على أرقام التواصل 012-61-61-100 012-271-85-85 أو أنكم تشاركونا أيضا عبر أرقام الاسمس على STC 85-1-0-4-0 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. قبل الفاصل أستاذ شيماء كنت تتكلمي عن كيف أنه نقدر نحسن من الإدراك أو نطور من هذا الإدراك. في حاجة كمان جدا مهمة في تواصلنا مع الآخرين، لازم نتأكد من أنه المعلومات اللي توصلنا تكون صحيحة. هذا جدا بيأثر على إدراكنا، لأنه كل ما كانت المعلومات مغلوطة كل ما أثر على قراراتنا وإدراكنا للأمور اللي بتدور حولنا. ولازم نتأكد كمان انه الشخص اللي قدامنا فهم المعلومه بطريقه صحيحه. وصلته صح يعني. وصلته صح، هذا لازم نتاكد منه احنا، لانه اوقات يعني بسبب سوء تواصل انه المعلومه بتوصل غلط، او انا بوصلها بطريقه اعتقد اني انا خلاص اني طالما اني انا فهمتها معناته الشخص اللي قدامي فهمها. ممكن لا، انه انا فهمتها بس ما عندي الاسلوب المناسب اني انا اوصلها بطريقه مناسبه للطرف اللي قدامي، فهو بيدركها بطريقه خاطئه، فتعامله معها يكون سلبي. كمان لازم ندرك أنه لكل شخص مرجعية، زي ما تكلمنا أنه عنده خلفية ثقافية، هو من خلالها بيفسر الأمور اللي بتدور حوله، فهذا شيء لازم نحترمه. وبلاش نطلق أحكام على الناس من خلال مثلا مستوى تعليمهم أو شكلهم الخارجي أو دخلهم المادي، هذه كلها طبعا بتدينا حكم مبدئي على الأشخاص، لكن مفترض أنه ما يكون فيه تعميم. لازم يكون فيه تواصل أكثر معهم عشان نقدر فعلا نتواصل معهم بشكل صحيح. جميل. في حاجة كمان جدا مهمة، لازم نفرق بين شيء اسمه حقيقة وفرضية أو تخمين. لأنه الفرضية حاجة أنا بفترضها لكن ما أثبتت حقيقتها يعني، أما الحقيقة حاجة خلاص مثبتة ما بتجادلوا عليها الناس، ومع أنه الحقائق حتى الحقائق هي نفسها ممكن تكون نسبية. يعني ما تكون 100% ما تكون صحيحة. يعني في أشياء خلاص حقيقة زي الشمس، هذه حقيقة. مثلا القمر حقيقة، كروية الأرض مثلا، مع أنه حتى كروية الأرض فيه جدل حولها صحيح. يعني ممكن أنه هي مسطحة أو كروية، لكن أنه موجود هذه الفكرة دي موجودة. لكن لما أجي أنا أطلق تخمينات أو استنتاجات على أمور ماني مستندة لحقائق، هذا بيأثر على إدراكي للأمور وبالتالي بيسبب تواصل سيء مع الآخرين. كمان في عندنا الوعي بدور الإدراك في فعالية الاتصال، لما أنه أنا كل ما كان إدراكي كويس، بعرف أفسر الأمور بشكل صحيح، بعرف أخذ الحقائق وأبني عليها القرارات حقتي، كل ما كان تواصلي جيد طبعا مع ذاتي أولا، وبالتالي
مع الآخرين. مع الآخرين أهم حاجة يكون عندي أنا عقلية منفتحة أني أنا أتقبل آراء الناس كمان، أشوف الرأي ده والرأي ده وأتقبلهم، مو شرط أنه كل الناس يوافقون الرأي. أوقات الاختلاف يثري أي موضوع، مو شرط أنه هو يسبب خلاف. حلو جميل. طب من ممكن العوامل المؤثرة على عملية الإدراك أنه مثلا حتى زي ما ذكرتي حضرتك أنه ممكن الوالدين أحيانا يطلقوا أحكام سلبية على أطفالهم والآخر، وهذا الصورة تنرسم في عقولهم. بالنسبة لمختلف البيئات اللي ممكن يعني ينوضع فيها الشخص، مثلا على سبيل المثال بيئة العمل، بيئة العمل كيف ممكن تعزز من إدراك الذات عند الشخص؟ إذا كانت بيئة عمل إيجابية أكيد حتعزز. يعني إذا كان المدير مثلا بيشجع موظفين وبيديهم حوافز، هذه أكيد بتعزز إدراكه للأمور. خلينا نقول هي لما نيجي نقول إنه الإدراك هو أنت كيف بتفسر الأمور وكيف بتعطيها معنى شخصي ليكي حسب تجاربك وحسب آراء الآخرين، يعني شيء هو أصلا موجود عندك داخلك. أهم حاجة إن أنت كيف تطوريه. بيئة العمل بيكون فيها تجارب كثير، خاصة لو كان في تواصل مع عملاء. صحيح. كيف تقدر تتواصلي مع المدير من خلال تجاربك وعمليات التواصل اللي بتتم، أنت هنا بتكسبي خبرة وبتكسبي تجارب، وبالتالي الإنسان الفطن الإنسان الواعي هو اللي يحسن يعرف إيش المشكلة. مثلا أتواصلت مع مديري اليوم ويعني ما استجاب لطلبي، أو أنه تكلم معايا بأسلوب مش كويس، أو أنه نبهني على تقصير معين. الإنسان الواعي ما يأخذ الشيء ده بمعنى أنه والله هو متقصدني أو يبغاني مثلا يبغى يتكلم عليا، لا أنا ما شخصنا الأمور. أيوة يعني. هي هذه أني أنا ما شخصنا الأمور، أشوف فعلا هو ليش قال كده ليش قال كذا، وبالتالي أنا أحسن أطور أعمل. ممكن يكون شيء فعلا موجود في نفسي، أسلوبي ما كان كويس، فأكون واعي للأشياء اللي أنا عملتها وأطورها. وأكيد حيكون لها أثر إيجابي أكيد. كل ما كنا واعيين. حلو جميل. رح أذكر المستمعين مرة ثانية بأرقام التواصل لو حابين يشاركونا في موضوع اليوم في برنامج كيف نكون قدوة، 012-61-61-100 012-61-75-85. أيضا تقدر تشاركون عن طريق الاس ام اس على STC 851-040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. من الأساليب اللي ممكن أنا أطور ذاتي إدراكي من خلالها أيضا، هل في أساليب معينة مثلا القراءة، إني مثلا أنا أجيب ورقة أكتب أشياء إيجابية عن نفسي، أنا مثلا إنسانة قوية، أنا أم قوية، هل هذه الأشياء ممكن تلعب دور في هذا الموضوع أيضا؟ هي إنك أنت تكتبي لكن بدون ما تآمني بدا الشيء ما رح يجيب نتيجة، لأنه هو من الداخل. أكيد هو من الداخل. أنت الصورة اللي رسمتيها عن نفسك إيش هي بالضبط؟ إنك أنت أم، يعني عندك صورة إنه أنت فعلا أم ناجحة، أم فعلا بتأدي واجبك تجاه أطفالك. هذه الصورة بتولد مشاعر وبالتالي بينعكس على سلوكك. تمام. لكن إذا أنت قلتي إنه والله أنا أم ناجحة وكذا، لكن أنت داخليا مقتنعة إنه أنت لا، أنت لا، فهذا شيء يفرق أكيد. فأكيد إنه يعني المطلوب منك إنك تقومي بسلوك يثبت هذا الشيء عشان يجي الرضا وتترسم الصورة هذه الجميلة عن الأم الناجحة والقوية. طيب ممكن على سبيل المثال أكتب إنجازاتي، بس حلو. إنجازاتي مثلا في 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 تكون جدا واقعية، مثلا موت أحد مثلا قريب مني خلاني مثلا أتخطى شيء معين قوي في حياتي، ساعدت مثلا أحد من مثلا أهلي إنه يتخطى هذا الشيء، ممكن هذه الإنجازات تعزز أيضا من أكيد الذات. بتعزز إنه أنت كل ما مريت بتجربة بتكسبي منها خبرة. للأسف أستاذة سامية في ناس بيمروا بتجارب لكن ما يتعلموا أبدا. صحيح. أيوة. فهنا الفكرة حقت الإدراك إنه إذا أنت مريتي بتجربة وشعرتي بهذه التجربة وكسبتي منها خبرة وتعلمتي، تمام، معناته أنت هنا أدركتي. لكن في ناس بتمر عليهم تجارب وبتمر نفس التجارب وبيدوروا في نفس الدائرة ولا يتعلموا ولا يقدروا يخرجوا من الدائرة اللي هم فيها. في حاجة كمان جدا مهمة إنه أنا لما أجي أتعلم مو شرط إنه كل اللي أتعلمه يكون شيء كويس. أوقات إحنا بنتعلم أشياء مش كويسة. أيوة. أكيد كلنا. فهذا برضو بيعتمد على إدراكك للشيء اللي أنت بتمر فيه. يعني مثلا اللي يكونوا مدمنين، تمام،
إدراكهم كان سيء لفترة مثلاً لحياتهم، فبيروحوا بيتجهوا تجاه الإدمان لأنه في تصورهم أنه والله أنا ما أدمن كده حيخف ألمي وكده والأشياء هذه كلها. فعشان كذا التعلم مو شرط أنه يكون دائما إيجابي، ممكن يكون تعلم سلبي. حلو. طب بالنسبة لإطلاق الأحكام أيضا مو على الآخرين، على نفسي أنا، كيف ممكن فعلا أتعرف على كيفية الحكم الشخصي على نفسي؟ يعني أحيانا الشخصية تكون فعلا هي شخصية انتقادية، قبل لا تنتقد الآخرين ممكن تنتقد نفسها بأكثر تصرفاتها. هنا أنا كيف ممكن كيف ممكن أقول أأدب ذاتي من هذه الناحية؟ أهم حاجة أنك تكوني عارفة نقاط قوتك ونقاط ضعفك. يعني أنت في إيش قوية، إيش هي المهارات اللي أنت تمتلكيها، إيش هي الإيجابيات اللي عندك. تمام، هذه طبعا أنت تعرفيها عن نفسك وممكن تسمعيها من الآخرين إيش قالوا، إيش قالوا عنك. وتعرفي إيش نقاط الضعف اللي عندك، تكوني موضوعية حيادية. إيوة أنا والله مقصرة مثلا في الشيء الفلاني وعندي نقطة ضعف مثلا في حاجة معينة. أهم شيء نعرف إيش هي الإيجابيات والسلبيات حقتي، وأعزز الإيجابيات وأطور الأشياء اللي نقصتني، أعمل على تطويرها، ما أتركها كده أقول لا والله خلاص هم يتقبلوني أنا كده واللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه، لا أساهم في أني أنا أطور نفسي وأحسن من ذاتي. حلو، عشان كمان تنعكس هذه على اتصالي مع نفسي أنا. جميل. في عندنا مشاركة على SMS يقول أو تقول المشاركة، لينا 20 سنة متزوجين وبدأت تتغير نظرتنا لبعض بطرق مختلفة حسب المود. هذه إيش بالضبط تفسيرها ممكن يكون؟ برضو مو واضح السؤال، كيف إنه تغير يعني بيقول أو بتقول المشاركة إنه بدأت تغير نظرتهم لبعض، واضح إنه طبعا زواج 20 سنة متزوجين لبعض بطرق مختلفة حسب المود، يعني أتوقع حسب الموقف يمكن أو حسب المزاج الشخصي أو ممكن بعد فترة. هل فعلا أحيانا الزواج مثلا بعد فترة ممكن هذه أشياء معينة تتغير؟ أيوة. أنا بسألك سؤال يا أستاذة سامي، تفضلي. أنت تفكيرك، مستوى تفكيرك لما تزوجت، لو الزواج يعني لو واحدة تزوجت عمرها 18 سنة نفس مستوى تفكيرها لما يصير عمرها 30 سنة؟ لا أكيد طبعا يتغير. نفس مستوى تفكيرها لما يصير عمرها 40 سنة؟ فهمتي، 20 سنة زواج أكيد في أشياء كتير اختلفت، في أشياء كتير تعلموها، في تجارب، في خبرات، أكيد يا إنه هذه 20 سنة حتقربهم من بعض يا إنها تسوي جاب بينهم. فأهم حاجة إنهم هم كيف يقدروا يتجاوزوا هذا الشيء، هم بنفسهم يقربوا وجهات النظر، يكونوا قريبين من بعض. يعني في ناس يتطوروا، يعني زوجين تلاقيهم يتطور، واحد يتطور والتاني جالس في مكانه، صح، بعد سنين يلاقوا إنه والله كل واحد هو في عالم والتاني في عالم. فعلا يعني احيانا بنشوف اشخاص متزوجين ويعني في البدايه بيكون جدا متفاهمين ومتفقين، لكن بعد فتره من الزمن فعلا بيصير في تباعد واضح. مع انه يعني من البدايه كان واضح انه في تشابه كثير في المبادئ، في اشياء، لانه احنا انت تعرفي في دراسات بتقول احنا كل بعد 10 سنين احنا ناس مختلفين. افكارنا، في اشياء كنا نحبها صرنا ما نحبها، في اشياء كنا ما نبغاها وصرنا نبغاها ونرغب فيها. حلو، ايوه، فبتختلف. تختلف اكيد. جميل. مستمعينا، فاصل اخير من كيف نكون قدوة، راجعين، خليكم على السماء. كيف نكون قدوة؟ رحب فيكم من جديد مستمعين كيف نكون قدوة، ومكملين أكيد موضوعنا عن إدراك الذات، كيف ممكن تكون مدرك لذاتك. أكيد لو حابين تشاركونا في موضوع اليوم رح تتواصلوا معنا على أرقام التواصل 012-61-61-100 012-61-75-85 أو تشاركونا عبر أرقام SMS على STC-85-1040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. قبل شوية أستاذة شيماء جاتنا مشاركة على SMS، وطبعا يعني أنا حبيت ممكن نتكلم عنها كمثال. يعني في حال صار فعلا يعني زي ما هي المشاركة جايتنا انه ممكن بعد فترة مثلا من الزواج يصير في تباعد بين الأشخاص، بين الطرفين تحديدا، يعني زي ما حضرتك ذكرتي ممكن يتغير من سنة لسنة، وكمان من 10 سنين ما شاء الله هنا بتقول 20 سنة، وفي اشياء تغيرت نظرتنا للأمور
وصارت يمكن تعاملنا أحيانا مع بعض على حسب المود والآخره. لو حصل هذا الشيء فعلا، لو حصلت هذه الفجوة بين الطرفين، كيف ممكن يحسنوا أو يحسنوا التواصل بينهم؟ يعيدوا التواصل بينهم. يعني حقيقي مشكلة التواصل بين الزوجين هذه من أكثر المشاكل اللي الأسرية اللي بتمر عليها، أنه كل واحد شوفي طبيعة الحياة اللي احنا بنعيشها حياة روتينية. يعني لما يجوا في بداية الزواج يكونوا والله الاثنين مع بعض، فجأة يجي الطفل يبدأوا ينشغلوا مع الأطفال، شوية الطفل يدخل في المدرسة، شوية ينشغلوا في مشاكل المدرسة، مشاكل التربية، المشاكل المالية، تمام؟ هذه كلها أمور ما تخليهم يجلسوا مع بعض يتحاوروا يشوفوا هم قد فين وصلوا في علاقتهم. يعني فجأة زي كده بعد 20 سنة ألاقي والله إنه في فرق بيني وبينه، وفي فجوة، وفعلا يبغوا يرجعوا هذه الفجوة. في كثير أزواج والله إنهم يبغوا يرجعوا هذه الفجوة، في الإرادة هذه، أيوة إنه نبغى نرجع زي ما كنا زمان، نتغيرنا ما صرنا زي أول. أهم حاجة إنه يكون في الاثنين هم متفقين إنه فعلا معترفين بالوجود هذه المشكلة، في مشكلة في التواصل، إنهم الاثنين ما هم قادرين يجلسوا مع بعض. إذا والله هم قدروا يحلوا هذه المشكلة بأنهم هم يجلسوا ويحللوا أسباب هذه المشكلة ليش وصلوا لدي المرحلة، وأنهم يحطوا حلول، مثلا من ضمن الحلول أنهم مثلا يخصصوا يوم ليهم هم الاثنين مع بعض، يوم يجلسوا يتكلموا فيه مع بعض، أو أنهم يسافروا لفترة معينة مع بعض. إذا قدروا هم يوصلوا يعني الحلول ممتاز، إذا ما قدروا ممكن يستعينوا بمستشار أسري. بس هو الأفضل أنه كل ما يكون عنده الزوجين مشكلة هم الاثنين يتجاوزوها بنفسهم، لأنه كل ما قدروا هم الاثنين يحلوها هذا بيزيد من قوة العلاقة اللي بينهم، من الترابط، من يزيد المتانة، متانة العلاقة أكثر. أكيد. في مشاركة على SMS بتقول كيف ممكن أتقبل تعليقات الأشخاص السلبية علي، كيف ممكن أتعامل معاهم؟ مو شرط، يعني هذا الشيء اللي إحنا بنقوله، مو شرط الكلام الناس اللي بيقولوه كله صحيح، هذه نقطة. تاني حاجة، هم ليش قالوا؟ لازم نسأل عن هذا السبب، هم ليش قالوا يعني هذه التعليقات. وغير كده هم نظرتهم، يعني أنت أي كلام بتقولي هذا بيعبر عنك أنت، وبيعبر عن فكرك، وبيعبر عن رأيك ومفهومك لذاتك. وممكن لما يكون الإنسان ناجح في مجال معين يكون له ناس بيحاولوا أنهم يحبطوه، بيحاولوا أنهم يخلوه يتراجع عن الشيء اللي هو يكون موجود فيه. أهم حاجة أنت تعرف السبب اللي بيخليه يقول كده. والله إذا كانوا من الناس المقربين لي جدا وفعلا بيهمهم أمري وقالوا لي هذه التعليقات بطريقة ما يعني مو تجرحني كمان بأسلوب. الأسلوب بيفرق، أيوة. إذا كان بأسلوب إنه فعلا هم خايفين علي ويبغوا مصلحتي، لازم أخذ كلامهم في عين الاعتبار. أما إذا كان كلام والله من ناس أنا ما أعرفهم ولا هم يعرفوني شخصيا وما بيني وبينهم تواصل، يعني ممكن نقول إنه نحط كلامهم على جنب ومو مشكلة ونمشي وما يفرق. أيوة ما يفرق. حلو. مستمعين لو حابين تشاركونا أذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل 012-61-61-100 012-27-85-85. شاركونا أيضا على أرقام SMS STC 85-1-040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. في مشاركة ثانية عن موضوع تحديدا، أتوقع النقطة اللي قلتيها أنه ممكن يروح المستشار أسري الطرفين. طبعا موضوع الزواج دائما في مشاركات فعلا كثيرة، فالاستفسار بيقول في بعض الأزواج أنه ما بيتقبلوا هذا الشيء أنه يروح فعلا يستشير أحد أو أنه يقول لأحد. فهنا كيف ممكن تتعامل مع هذا الموضوع إذا هي برضو كمان مو قادر تتواصل معها صح؟ أيوة. في صحيح في ناس كثير بيعتبروا انه والله اذا رحت لمستشار اسري هذا معناته اني انا ايش افشالي اسرار البيت، واني انا بدخل شخص غريب في مشاكلي، واني انا اعترف كذا. في ناس بيعتبروه فشل اني انا احل مشاكلي، وهذا بيأثر يعني عليهم. هذه الفكره طبعا غلط. احنا اوقات نحتاج متخصصين. زمان كانوا بيروحوا لامام المسجد بيستشيروا الكبير في العيله، زمان كان كذا. صحيح. الان يعني دور الاسره صراحه ما صار زي زمان، اتلغى جزء كبير منه، يعني كل واحد نفسي ما بيتدخل في خصوصيات الثاني. وغير كذا الآراء أوقات بتكون هدامة للأسرة. يعني أوقات لو يرجع مثلا لأحد في العيلة ممكن يديله رأي ويخلي هذه العلاقة تصير أسوأ، بدل ما يحل المشكلة بالعكس تزيد سوء.
فنلجأ للمتخصص يكون أفضل. أفضل أكيد. ممكن تسأل المستشار الأسري، أنت تتواصل معه وتسأله والله أنا عندي مشكلة كذا كذا كذا، أنا كيف ممكن أسوي؟ في أوقات مشاكل ما تحتاج إنه الطرفين يكونوا موجودين. في مشاكل كذا، وفي مشاكل لا، فعلا الاثنين لازم يكونوا موجودين. صحيح. فهي يعني تسأل تعتمد أيضا. يعطيك العافية أستاذة شيماء جيراني، نورتينا أكيد وأثرت الحلقة أكيد بوجودك، شكرا لك. شكرا لك. مستمعين إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في حلقتنا اليوم من كيف نكون قدوة، عن إدراك الذات، كن مدركا لذاتك. أكيد تقدر ترجع تسمع الحلقة مرة ثانية على قناتنا في اليوتيوب على ALIF ALIF FM. كنت معكم أنا سامية البيروتي، في أمان الله.